متابعات راديو ام في عدد اليوم اول عدد لهذا الاسبوع اللي ما راناش ساكتين، لكن دائما في نفس الوضع، ازمه الاكسجين اللي راهي طول في هذا الاثناء، تزايد وتيره الوفيات والاصابات، الوفيات خاصه بسبب ازمه الاكسجين ونقص الاكسجين. مساء الخير حمزه. مساء الخير يا رب وجمعه، مساء الخير كامل المتابعين تاعنا، ومساء الخير للانفيتي تاعنا سيربريز معنا نور الدين عبد النور. عبد النور أو أي تعيد طالب جامعي أو زعف ديجا ما تزعفش اللي راهو معنا اليوم باش يتحدث عن حملة توفير معدات الأكسجين له، وهو يشارك فيها في هذه الحملة، حملة توفير الأكسجين. قبل ما نبدأ الحديث معاه، بس الخير عبد النور، تقدروا تتصلوا بينا أنتم على 077 هذا الرقم اللي تلقاه تحت الشاشة، 77 66 98. قولوا لنا وشنو هي الإجراءات اللي كنتوا تاخذوها في هذه الأيام. لاحظنا أنه شوارع في العاصمة راهي بدات تفرغ، شيء يعني محزن شوية، لكن مليح، يبين أنه الشعب راه واعي. نقص يعني حتى في المحلات وفي المكان، ما كاش تجمعات في الأحياء بالعاصمة. أنا لاحظت في العاصمة أبار صباح يا يون عادي conglomération des gens, donc ce qui remet en cause un petit peu l'idée même du confinement, parce que صباح كان اكتظاظ كبير. Parce que les gens sont obligés, parce qu'ils sont tenus par le temps, donc voilà, on ne sait pas. Il n'y a pas d'études prouvant la véracité du confinement. De cette mesure. قلنا وشنو هما الإجراءات اللي تخدوها ربما داخل المنازل، وشنو هي ربما الأدوية اللي راكو تشروها باش تخزنوها داخل المنزل، وشنو هي الطريقة تاعكم باش تحميو نفسكم من الكوفيد، كيفاش راكو تعيشوا هذه الأزمة، هذه الأيام هذه الصعبة اللي ربما تذكرنا بالأيام الأولى تاع أزمة كوفيد 19 في بداية سنة 2020. اتصلوا بنا، شاركونا في عدد اليوم. نعاود نولي لك عبد النور، واش راك؟ والله الحمد لله انا استضافة. قل لي عبد النور، هدرنا شوية على الحملة اللي تشارك فيها لإنتاج أو توفير معدات الأكسجين. بون بون السلام عليكم، شكرا من استضافة، نشكر راديو عام الدور اللي تقوم فيه في توصيل المعلومة للشعب الجزائري. بون فيما يخص يعني الإطالة نخدمه فيه، كما يقولوا الوقاية خير من العلاج. احنا في جامعة باب الزوار سبق لنا مارس 2020 أن بدينا حملة جديدة اللي هي توفير معقم هيدروكحولي لجل هيدروالكوليك. خدمتوا انتوما انتيرمون؟ وي يعني درنا احنا ودرنا يعني البروتوكول اكسيتيرا، خدمنا احنا خدمنا الاف الليترات، وصلنا مختلف مستشفيات الجزائر. وبعد حبسنا في لافان اوت سبتمبر حبسنا للاسف الشديد، لكن مع عوده الازمه الصحيه وتفاقمها في يعني في الايام الاخيره للاسف الشديد، ومختلف ازمات اللي راهي تتواصل، ازمه الاكسجين، ازمه معدات طبيه، قررنا احنا مجموعه من طلبه جامعه باب الزوار انه لازم علينا نعاودوا ناكتيفي لاتولي هذه تاع لا فابريكاسيون دو جيل هيدروالكوليك. ماذا بينا انه يكون لنا ممول رسمي للحملة، وان شاء الله يعني مثل هذه يعني المبادرات تتعمم في مختلف نواحي الوطن، جامعات الوطن كما رانا نشوفوا وناس راهي دير يعني جمع اموال من اجل شراء مويدات اكسجين. نعم. كاين اللي راهم يسيو يعاونوا الاطباء، كل واحد يعني يعاون بالشيء اللي يقدر عليه. حنا يعني كطالبة وفي جامعة باب الزوار العلوم التكنولوجية ننسيو نعاونوا بشي اللي نقدروا عليه، اللي هي صنع معقم هيدروكحولي. نعاونوا الأطباء اللي هما كيما راهم يعني في الخط الأول، خط الدفاع الأول ضد الفيروس الخطير، وإن شاء الله ربي يوفقنا باش نعاونوا خاوتنا. واش خصكم اجوردي او جوست عبد النور انتوما في البروجي تاعكم هذا في المشروع؟ بون لو سيل بروبليم سي لو فينونسمون، يعني خصنا سبونسور اوفيسيال باش يعني نعاودو الريفروني. لعملي فات كان عندكم سبونسور؟ با فريمون، خدمنا شويه يعني درنا كيما يقولوا احنا بالعاميه، درنا لما بيناتنا بينا نخدمو. ومن بعد يافي لي بروفيسور تاعنا في باب الزوار عاونونا، كانوا يديروا يعني عاونونا، يافي دي بون يعني عباد دي زام شاريتام. اي والله كانوا يعاونونا بزاف، بصح هاد الخطره يعني الامر يتعلق ب هاد المره يعني المعلومات يعني تواصلنا مع محامي قال لك باللي هاد كي دير حمله باش تجمع دراهم هذا امر غير قانوني، احنا باش ما نيفيتيو يعني المشاكل القانونيه اكسيتيرا، حبينا نريحوا في اطار قانوني، يعني جينا ممول رسمي
يعني سيني يعني عقد تمويل مع الجامعه تاعنا جامعه باب الزوار وحنا نكونوا فقط في المخابر حنا باش نقدروا نجيبوا لو ماتيريال ونخدموا لو جالي درو الكوليك تاعنا نعم سورتو كنت ما خصكش مشاكل كو على كل حال يعني متابعات قضائيه عده متابعات تواصل قل لي كيفاش راكو تجيبوا لا ماتيير بروميير بون لا ماتيير بروميير هي الماده الاساسيه الاولى هي ماده الايثانول الايثانول 96% هذه يعني ماده سي ان برودوي انفلامابل وبيسك هي ان برودوي انفلامابل يعني الرقابه تاعو تكون تابعه لوزاره الدفاع لذا حنايا باش نخدموا الجامعه هي شو اطرافير لونيفرسيتي تاعنا باش نقدروا نوفروا هذه الماده ونخدموا بها داخل المخبر ما عندناش ضروره نخدموا اسمو باسكو كيما قلت لك سي ان برودوي انفلامابل اي فريمون دونجورو بلوس يا دوتر يعني دوتر كومبوزون يدخل في لا فابريكاسيون تاع لو جالي درو الكوليك دونك يعني لا اون بارل دو جيل هيدرو الكوليك ولا دو دوكسيجين نون جيل هيدرو الكوليك الاكسجين بون على كل حال اون انتوما تقراكو حابين اكسجين ولا نون حابين نعاودو نبروني ولا لا جيل هيدرو الكوليك اوكي ساشون كو لا ماجوريتي دي برودوي لي راهم في لو مارشي سي با دي برودوي كونفورم باسكو هنا كي احنا خدمنا سولون لي نورم دو لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي سي فري مالوريزمون يا بلاد جون ربي يسامحهم على كل حال لو جيل كيخدموه يوغمونتي سوا لو بورسونتاج دو كاربوفول باش يجي تروجيليفيون سوا يوغمونتي لو بورسونتاج دو ديستيلي دونك لو بورسونتاج دالكول يكون هابط وانت كي دير لو جيل اي فا با اتر فيابل سورتو ان ميدسان لي راهو يخدم على لو باسيون دون مانيير ديريكت يا ميم دي فلاكون اوكيل اون شونج ليتيكيت فوالا alors que ma femme même pas alcool voilà et du coup انت في بالك راك تعقم وانت ما راكش تعقم للاسف شديد ما كاش هنا لي كرعابه لهاد الاون يعني لازم شاك برودوي يجي دير له لو بورسونتاج فيريفي لو بورسونتاج الكول دير ان تيست اكسيتيرا حنا الحمد لله كي خدمنا لو برودوي تاعنا دينا عند مسؤولين تاع الكحول في الجزائر العاصمه وهما اللي ابروفاو لنا البرودوي تاعنا و ابري كي لينا تاع الكحول جي بلان دو بلاك كي بيان نون مسؤولين يعني نون مسؤولين يعني تاع الايطانول يعني حبط السكوار باش نشوف مسؤولين تاع الكحول لا لا يعني كيما نقول لك كان عندنا مشاكل بيروقراطيه للاسف الشديد يا مسؤولين كيما قلت لك هذه ان شاء الله ربي يوفقنا باش نعاود ان شاء الله ان شاء الله عبد النور كما كنت تشوفوا ضيفنا اليوم عبد النور شارك في مبادره لطلبه جامعه باب الزوار لي بور لا فابريكاسيون دي جيل هيدرو الكوليك دونك المحلول اللي نعقموا به حنا والاطباء وكاع العمال في الطاقم الطبي ماذا بيا نروحوا نشوفوا تصريح لعامل داخل مستشفى حول الوضع ونقص الاكسجين ما عرفتش يقدر الفريق التقني يدير يمرر لنا لا فيديو ولا لا كما راكم تشوفوا خوتي رانا مباشرة من مستشفى فابور نخليكم تعيشوا الأجواء مع العمال تاع فابور راهم خوتي هنايا مكلف بالأكسجين مرافق مريض مكلف بالأمن الداخلي تاع المستشفى خليكم تعيشوا يحكوكم على المشاكل والأمور وراهم مش حابين يوصلوا معاكم انتم بإذن الله يا خوتي وش نقولكم يا خوتي تعرفوني أنا غالي وسمي وخام عمد نقدر في تركشي يا نفاز موت الناس هاي تموت في الوابور يا خلطي انا لو بديت تبيع شي قراءة ما فاضل في الدجوية راحت الدجوية راحت خويا الناس هاي تموت وحنا قاعدين نتفرجوا والله غالب ما هكناش غالقين علينا الطريق كدايا تيكي لاصو الدنيا والشركة والكاميو كدايا منا ما يلحقش شي الاكسجين والله غير بزاف يا خلطي واش نقول لكم والله العظيم غير بزاف رانا جميل يقول لك ثلاث جوايع ما ريحناش هاي خلاص الدنيا شي قراءة وانا قاعدين نستناو في الكاميو يجي الطريق ديروا لنا طريق يا خالتي ديروا لنا طريق ديروا لنا طريق يا خالتي ما شايفوا ديروا ام عليكم دير باباك دير اخوك دير عمك دير جدك ما فيش عارف انا خويا انا اللي شايفو انا يا راجل انا جدي انا اللي فاضي ولا غير هذا البارك ولا غير بارك يا خالتي ما نجملهاش خويا والله ما نجملهاش وجهك ربي وليا ممكن يجيو يشوفوا بعيني ممكن يهربوا والله ما يخدموها قال يهربوا الله غالب بزاف علينا خالتي ريحوا في دياركم ريحوا في دياركم يا خوتي انا اللي كنت كنت على بالي بلي كنت تعرفوني وتعرفوني بلي حبي انا نقول لكم يا خوتي ولا تخافوا برا ريحوا في ديار هذا واش نجي نقول لكم بارك الله والله غير بارك يا خويا بارك والله غير بارك كان
كانت هذه صرخة لعامل داخل مستشفى أحد مستشفيات الجزائر حول نقص الأكسجين، لو يقول أنه هو اللي يؤدي ربما لأكبر عدد من الوفيات ماشي الكوفيد بحد ذاته. تصلوا بنا على 077-77-96-98، هذا رقم لك تشوفوا فيه تحت الشاشة، قولوا لنا شنو هي الإجراءات لك تتخذوها في هذه الأثناء. وش عندكم تاني في ديور؟ أسكو فوزافي دي زوكسيماتر؟ أسكو المعدات لك تشروها؟ أسكو فوزافي ديجا لو بروتوكول anti-Covid, Yanni qui fâche parce qu'on est en période de guerre. Même si là, je reprends un peu les propos d'un président de l'autre côté de la Méditerranée, les Hadar Aliyev 2020, que nous sommes en guerre. Emmanuel Macron. Ou le Bawadir Ta'yan El Harb Rahibaina, ou Nasr Rahitmout. Donc, comment vous vous préparez en guerre alors que vous vous trouvez, je vais peut-être faire une mauvaise image, en tranchée. Parce que voilà, on est confiné, ça peut s'apparenter à être un peu sous terre. Donc, sous cette terre, comment vous vous préparez ? دائما على ما رانا ساكتين نعاودو نقولو لضيفنا عبد النور طالب. عبد النور، قل لي، هل من مبادره فيما يخص توفير ربما معدات الاكسجين ولا قارورات الاكسجين؟ بون، يعني احنا العامين فات كي بدينا نخدمو المعقم هيدروكحولي، كي شفنا باللي الخدمات ما كمشات، وكاين عده متطوعين، يعني عده يعني زملاء طلبه طوعوا واسمو، كي بدات تمشي يعني مشينا الدوطر اسمو ملي نخدمو لي فيزيار ملي نخدمو لي بوفيت اكسيتيرا. ابري هاد المره ماذا بينا كاين نعاودو ريبرونيو، يا ان جروب ديتوديون لي عندهم اميسي يخدمو سو ان بروتوتيب دان كونسونتراتور دوكسيجين لي ريسبيراتور تاعني ماغي كي سا فا بيرت كو سي ان ولا عفسه شويه صغيره مي تقدر تسلك ارواح. يعني كاين تاريك مجموعه من طلاب، يعني كونتاكت مع مجموعه من الطلبه في جامعه وهران، راهم دايرين ان جروب تاع لي زيتيديون ميكانيك اي الكترونيك، راهم يريباريو لي كونسونتراتور دوكسيجين، يعني كي طيح لهم اون بانيك سيتيرا. مالوريزمون المواطن ما عندوش يستعمل هاد لي كونسونتراتور، مي ما عرفش كونسونتراتور ماشي جينيراتور دوكسيجين. لو جينيراتور سي 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 ان تريك تاع اوبيتال، و جينيري لي كونسونتراتور هادوك تاع 5 لتر دي لتر اللي راهم يتواجدوا حاليا المرضى. نعم، لم يبيعوا فيهم في السوق. فوالا، للاسف العباد لا سمح الله راهم يبيعوهم 30 مليون اسمو. يعني انا كان عندي حديث يعني لوحده متطوعه وربما تخدم بزاف في المجال الجمعوي، خاصة فيما يخص المبادرات لتوفير قارورات الأكسجين، ولا تحدثت على 3 نقاط مهمين. قالت أنه لي سبيكولاتور sont en train de tuer les gens، الناس اللي راهي ربما راهي تعاود تبيع هاد قارورات الأكسجين بطريقة يعني خارج المجال المحدد. كذلك هدرت على قالت أنه ما كاينش نقص في الأكسجين، لكن كاين نقص في لي كونتينون دو دوكسيجين، دونك في القارورات وفي الطريقة اللي تحميل هاد الأكسجين وال باش نلحقوه للمستشفيات والناس اللي يسحقوه. دونك ربما ما تشوفش انه ما هو الحل، بما انك انت تعرف عندك فكره عن مبادرات، ما هو الحل يعني ربما لانتاج هذه القارورات باش نقدروا نحملوا الاكسجين من المولد للمريض واللي محتاج ليه؟ بون، على كل حال كيما شفنا في ولايه تيزي وزو كانت هناك عدد مبادرات وين باش يديروا لي جينيراتور دوكسيجين. شفنا في ولايات اخرى مثل امبواقي مثل لمسان قسنطينه ومختلف الولايات الوطن راهم يديروا يعني دي كونيت باش يشروا مولدات اكسجين. سي لو بري تاعو سي اونتر 1 مليار مليار ونص مليار و700 مليون بور لانستون، يعني لي كونيت هادو ما ملحقين بلو د مليون دو الله وي وي الله يبارك الشعب، يعني الشعب مره اخرى يبين باللي راه علو كعبه، يعني مختلف ازمات اللي جات علينا، ازمه الحرائق، ازمه الفيضانات، زلازل. شفنا باللي الشعب توجور يعني هاد ليسبري تاع لا سوليداريتي، روح التضامن اللي كاين في الشعب الجزائري ما شفتهاش في العالم، سرا نشوفها غير هنايا. يعني الشعب فهم باللي كان عنده غير الشعب، هذه يرفدك كيما يقولوا، ما يرفدك غير جار، ما يرفدك غير خوك. كيما قلت يعني هنالك طلبه في جامعه وهران رامي طوعوا باش يريباريو هاد لي كونسونتر، انا في لي كونسونتر دوكسيجين. انا في رايي المشكل راه مشكل تسير، مشكلة راه مشكل تسير اكثر من راه مشكل اكسجين ولا قارورات ولا توفر قارورات. اما فيما يخص يعني فوميو كو نكملوا في هاد لي كونيوت باش نديروا دي جينيراتور دوكسيجين في لي زوبيتو، خاصه انه الاكسجين ما راهوش فقط لمرضى كورونا، كاين لي بلوك اوبيراتوار، كاين انه ناس مرضى يحتاجوا يعني اكسجين كل يوم. كاين امر اخر لازم نحذروا منه، الناس اللي راهي تدعي
باش يجيبوا اكسجين تاع المصانع، مصانع الحديد اكسيتيرا، نقولوا بلي هذا الاكسجين ماروش كيما الاكسجين الطبي. الاكسجين هذا فيه يعني مواد كيما يقولوا مضره للمريض اكثر من نافع عليه. نعم. خاطرش الاكسجين الصناعي ماروش كيما الاكسجين الطبي، ماراهوش صافي 100%. نعم. لذا ماذا بينا انه تتخذ اجراءات في تسير ويكون هنالك خليط ازمه تسير هذه الازمه تاع الاكسجين بالتعاون مع مختلف الجمعيات ومختلف الحملات التضامنيه اللي تندار في اوسط المجتمع، وان شاء الله نلحقوا انه نديروا على الاقل مولد اكسجين في كل مستشفى باش نقصوا الضغط، ويلحقوا ثاني لي كونسونطراتور باش المرضى يديروا يعني في المنازل تاعهم وينقصوا ثاني لا بريسيون على الاطباء على المستشفيات الجزائريه. جميل. عندنا مكالمه هاتفيه. عندنا مكالمه هاتفيه. أنيس طبيب في مصلحة كوفيد. لا نظن أنه راه معنا في الخط أنيس. ألو. ألو أنيس. Ça s'est coupé, on va le reprendre. نحاول نتصلوا مرة أخرى بأنيس. نروح ربما لفاصل موسيقي صغير ونعود له. بقوا معنا. مجددا مع أنيس طبيب في مصلحة كوفيد. أهلا أنيس. خير. مساء الخير. تسمع فينا أنيس؟ أنيس نسمع فيك. أنتم كنتم فيا؟ وي تري بيان. مرحبا بك في مراناش ساكتين أنيس. نعم. مرحبا بك في حصتنا في مراناش ساكتين. قل لي أنيس، احكي لنا شويه الوضع داخل مصلحة كوفيد، وين راك تعمل نتايا؟ انا نعمل في مصلحه المناعه علم المناعه. ولك تهضر، اسمح لي انيس، لك تهضر بلو كيت ما ليبر نحا تاعش. انا ماشي نهضر بالكيت ما ليبر، راني نهضر بالهاتف نورمال. نظن انه انا لو سون كيتيري. معليش نحاولوا نتصلوا بانيس مره اخرى. شو اوبليجي جو سو اوبليجي دو كوبي سي با غراف. اوكي ماشي مشكل. اقعد معنا برك انيس. صحيح. شكرا انيس. نحاولوا مشكل صغير تقني صغير مع الاتصال مع انيس. بقاو معنا. Entre temps, ouais, si tu permets Amina, entre temps on va regarder, vu qu'on parle d'oxygène, on va regarder la vidéo اللي دارها الممثل المشهور عبد القادر جريو حول الوضعيه في الاكسجين في بلعباس notamment وهران، ونظره يعني جامله وشامله حول ما شو صار يعني في البلاد كوا بالعاميه. D'ailleurs déjà الحاجه اللي ما تدخلش في العقل، علاش نو زوبيتو يسون با ايكيبي؟ علاش المستشفيات تاعنا ما فيهمش جينيراتور دوكسيجين؟ علاش باغزومبل لو بي اش تاعنا مؤسسه قد عزرين في بلعباس ما فيهاش جينيراتور دوكسيجين؟ علاش يسون با ايكيبي ديل ديبار؟ بوركوا اون انتيسيبا؟ علاش رانا قاعدين في لا بوليتيك تاع لو بومبيي تاع ما تعتيق تالين بدون نتجاراو؟ اي لو رول دو ليتا، لو رول دو ليتا اي دي زون دافير كبار اللي يقدروا يديروا لوبينغ. حنا كمجتمع مدني مثلا في بلعباس راه عندنا دراهم، قلنا رانا ملايمين وكاينين ناس محسنين ربي يجازيهم لي قدروا يشوفوا ان جينيراتور دوكسيجين. 4 mois ما شفناش دي زيميسيون. يا عجبه 4 mois نشوفوا في الجي تي، نشوفوا قائد الاركان ولا جو سي با كو، نشوفوا عسكر يقبل في التراب. حنا رانا في الحرب، رانا في حرب. الو كو نورمالمون الجي تي يدوا كومونسي با لا سيتياسيون سانيتير. تبدالي بالعسكر على انا راني في الحرب، رانا حرب افيك كوفيد. نورمالمون لي ايرو دروك سي لي ميدسان. On appelle rana on perd des médecins de dire عليهم même pas 30 secondes في JT alors qu'ils sont راهم رامسي دي ايرو هادو راهم يموتونا. ان بروفيسور يموت لك، هذا اللي كان ديريكتور تاع 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 سي اش يو ولا جو سي با، هذا مسكين اللي توفى ديرنييرمون. وحنا لا في JT نورمال، JT يوريك ليبيا. كاسكو جوني ا فوتر انا في ليبيا؟ كاسكو جوني ا فوتر انا في ليبيا؟ اش دخلني انا دارو غوفرنمون ولا يديروا انتخابات؟ كاسكو جوني ا فوتر؟ كاينه اون سيلول دو كريز، راه كاينين الناس تموت. بالعباس ماتوا لنا 10 البارح مونك دوكسيجين، 10 ماتوا البارح، 10 باسكو هي كان مونك دوكسيجين. عيب وعار، الناس تموت لنا ما كانش الاكسجين. عيب، سي تري غراف. روتور لي مراناش ساكتين مع انيس دائما. با موا مي الدكتور. الو انيس. اهلا انيس. مساء الخير. باي. الو، راح مازال الصون هذاك ولا؟
مثلا نعم يا بروبليم ما راناش نقدروا نسمعوا فيك انيس ولا بالك قدام ان ترانزيستور كما كانوا يقولوا في الراديو بكري تسخني قدام ان بي سي تسخني بعث عليه وي لا سي ميو بصراحه خلاص انا بعث على مازال 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 كاين مشكل كاين مشكل في ما نقدروش اون بي با كومونيكي هكذا انيس اون بي با كومونيكي كوم سا للاسف كاين يا ولا ولا شانجي دو نيميرو است كو فوز افي ان فيكس ولا تما في المصلحه نعيطوا لك فيها ما عنديش فيكس عندي غير هذا برك جو سي با اتون نقص لي ميكرو اون فاي سي دو اكت سمع فينا انيس هكا انا نسمع فيكم اي با تري بيان سوبر اي با سوبر اون اي سوفي بار لي انيس قول لي احكي لنا شويه على الوضع داخل مصلحه كوفيد اللي راك تعمل بها شوف مصطفى اكل مش غير مصلحه كوفيد مصطفى اكل راهو حالات بريسك كارثيه تقدري تقولي لانه شوفي انه كاين بزاف لي مالادرام يجيو بوكو دو بيرسون يجي من كل ربوع الوطن مش غير من الجي برك وكاين بزاف لي جون اللي راهم اوسبيتاليزي في لي سيرفيس باسكو لي سيرفيس دوك عادو اكل كوفيد بريسك اكل كيما دوك نيروشير وهذوك لي سيرفيس سيرولوجيكو اكلهم كوفيد و لا ريانيماسيون دي شوكاج هادو كاع راهم كوفيد المشكل الكبير هو المشكل تاع الاكسجين راك سبقتني هذا هو السؤال اللي كنت حن نطرحه عليك كيفاش نقص الاكسجين كيفاش هو يتعامل ولا كنت تعاملوا نتوما مع هذا النقص هذا كل ما مشكل سي تان بروبليم باسكو الاكسجين يقعد يروح وحده كيما البارح باغ اكزومبل في لاكار تاع البارح لي جون كي اون في كارت في ريانيماسيون بون تو سي تو لوبيتال راه على 3 تاع العشيه وكانت هناك وفيات على جل هذا الانقطاع؟ بيان سور كاين وفيات مينيموم واحد فانتان دو بيرسون ماتوا في السيرفيس تسمى في السي اش يو كامل ديس قولوا واحد ديزان هكذاك في لاريا و اون ديزان في لي زوتر سيرفيس تو سيريوني كاين دي جون يعني اللي راهم في امس الحاجه الاكسجين لي جون كي ديساتور بزاف يلعبوا لا ساتوراسيون تاعهم البلونت كي سون اوكسيجينو ديبوندون هذوك راح ينضروا من هاد الحاله هذه تاع لا كوبور دوكسيجين اليوم هذا وين برك خرجت من لوبيتال لقيت الكاميون جا ثلاثة وجاب جمع مع لا بوليس ما جا افيك اسكورت باسكو لا دينيير فوا سي البروبليم تاع الطريق غلقوها عليه وكل شيء يعني عندكم انتوما اون فانتان دو مور في مغنيه في لو ماردي نوار باسي بلو دو 20 مور يعني 41 في تيزي دونك اون اي ا دي سنتين دو مور بار جور تاع دوك يلحق الاكسجين كي يلحق المومون وين يبدا يروح الاكسجين تبدا تنقص لا بريسيون بدا نكرهو زيد وندعيو ونسي ربي يستر قول لي انيس انا كنت تحدثت صباح مع ناشطه في هذه المبادرات لتوفير قارورات الاكسجين قالت لي بلي المشكل الكبير دركا ما راهوش في انتاج الاكسجين لكن في قارورات دونك لي كونتونون احتوائي اسكو توافقها انيس لي كونتينون تاع الاكسجين سي تادير لانه ربما باش بور برودوير الاكسجين هذا راه ربما كاين متوفر لكن باش القارورات اللي نجيبوا بها الاكسجين ربما المستشفيات هي اللي راهي ناقصه القارورات الكبار تاع لي كاميون هذا باش سي دي كاميون هو المشكل تاع حنا يفاني كنكونوا بريباري ما كناش بريبارين هذا السيناريو مونيتي با بريباري لهذا انه تكون هكذا ان دوموند ماسيف الاكسجين اون ميم طون تاع بوكو دو بيرسون يحتاجوا الاكسجين في نفس الوقت دونك بقى راهي مخلطه استادير لا جيستيون لي امبوسيبل لازم تقدرش تجيري تو لي زوبيتو ان مانتو وكل محتاجين الاكسجين دونك تولي كيفاش يسربيو الاكسجين في لي سيكتور كي سون نيفرالجيك والاخرين راح تلحقهم اون روتار هذه بون هذه ما غلطه مش غلطه الميدسان مش غلطه اللي يخدم في السبيطار مش غلطه هي غلطه المسير هذه باينه امر واضح هي غلطه تاع التسيير فوالا غلطه المسير يفالي احنا في المومون وين كانت اكالمي اون سو بريبار هذا السيناريو بصح هذاك السيناريو كان امبروبابل هكذا باش انه يطلعوا لو نومبر دو كا هكذا ولي كا كراف اللي يحتاجوا الاكسجين ما واحد ما كان مستنيها اسكيليا دي كاين بوادر تاع يعني تهدئه اسكيليا دي بريميس دون اكالمي بارابور ا لوكسيجين او مونك دو اكسيجين بارابور ا لوكسيجين انا راني نشوف بلي هنا باغ اكزومبل نهضر لك في السيكتور في مصطفى وي كل الجهود راهي متضافره استادير تاع لي جون اللي راهم يسيروا اللي راهم يجيبوا في الاكسيجين راني منتظره انه ان شاء الله ما تكونش اون فان مي لا طون راح تكون ديال الاكسيجين هذا هو المشكل قول لي انيس واش هو الحل يعني باش بور ايفيتي هاد المشاكل بور ايفيتي بور ريغلي هاد لو بروبليم لازم صبر ولازم شوي صبر ولازم يزيدوا يكثفوا لي سيكتور تاع
la prise en charge une message un secteur hospitalier واحد يكون engorgé les maladies ou même avec les salles de sport les bars هذوك لازم يزودوهم بالاكسجين يعني دونك المشكل لازم يفو produire plus d'oxygène parce que le problème est un problème تاع oxygène en fin de compte mais c'est problème تاع médicaments ولا تاع masque ولا فهمتي les gens qui sont en détresse هذوك ils ont besoin d'oxygène في le moment la période où il y a une inflammation, ils ont besoin d'oxygène pour les aider, pour aider leurs poumons, jusqu'à ce qu'il y a l'inflammation. Donc, c'est ce qui est le cas, c'est que tous les jours sont en train de se faire dans cette opération. Ils ont même d'autres médecins privés, je ne sais pas privés, donc les gens qui peuvent venir avec eux dans les activités extra-hospitalières. En Algérie, comme vous le savez, il y a des malades hospitalisés à domicile. Oui. هذه ماجري كلوبيتال راهو معمر كاين دي جون بزاف اللي راهم اوسبيتاليزي دوميسيل ودايرين بومب تاع الاكسجين ولي زيكستراكتور كاينهم دايرين دو زيكستراكتور نعم دونك سي ديفيسيل دو جيري لازم يفو دوبلي لي زيفور انيس دكتور انيس انت واش تنصح يعني واحد مرض بالكوفيد يروح للسبيطار ولا يقعد في دارو باسكو دوكا اون سي بلو كوا فير اون فيت باش تروح للسبيطار هي السبيطار ساتوري مي اون كا دو ديتريس ريسبيراتوار جو بونس ما كاش اوكسيجين سو ديبلاسي وي كاش اوكسيجين كاين بزاف ناس ماتت في الطريق يعني انا عندي صاحبي مات اختو في الطريق في الطوموبيل في السياره تاعي اون ديتريس ريسبيراتوار ربي يرحمها ربي يرحمها ان شاء الله والمشكل الانسان كي يلحق الديتريس ريسبيراتوار معناتها راهي الانفلاماسيون راهي مشات بزاف فهمتني معناتها في الايامات اللي فاتوا كان قادر يكونسلتي باغ اكزومبل كيفاش نعرفوا بلي صرنا اون ديتريس ريسبيراتوار اسكو كاين يعني بوادر لازم بون بوادر جينيرالمون ما كاينش بوادر جينيرالمون لازم الميدسان يشوفك سير بلاص داكور ستادير اكزامينيك ويشوف هو انسان اللي ما يكونش عنده قدامه ميدسان يقدر بساتيرومتر يعرف دونك انت يعني ان اوكسيمتر ساتيرومتر سي سا ولا سي با لا ميم شوز ساتيرومتر و اوكسيمتر سي كوا ديفيرونس سي لا ميم شوز داكور اوكي دونك انت تنصح انه كل عائله يكون عندها هذا الجهاز في الدار دو بريفيرونس وي اون بريفيزيون دو بريفيرونس كل يكون عنده ساتيرومتر كيشوف الانسان بلي نقصت الساتيراسيون يديه كونسلتي باش الميدسان يشوفو un médecin il chauffe il dit un état des lieux il y a plusieurs arguments mais c'est le saturomètre il y a des arguments cliniques le maladie comme par exemple mais quand il respire il parce qu'il y a des gens qui sont saturés à 70 ou c'est normal il y a une intolérance à l'effort oui. Il y a un scanner il y a beaucoup de choses d'accord. Donc les gens qui ont un syndrome grippal donc un rhume un haja allergie ou là ils ont une diarrhée ou là mais ils ont dit c'est une intoxication ils ont dit qu'un covid non. Faut la prendre comme un Covid jusqu'à preuve du contraire. Même d'accord. C'est le principe. Donc, qui recherche le médecin il évalue la situation, il peut donner un traitement en fonction du terrain. Quel chaque personne a كاين واحد ديابيتيك كاين واحد ديابيتيك ديزيكيليبري كاين واحد عنده لازم واحد عنده ليبرتونسيون كاين واحد لابس به ان سوجي سبورتيف وما عنده اوكان بروبليم كل انسان عنده طريقه لا بريزون شارج تاعو اسكو لو في دات سبورتيف راه يعني ديمينيو لو ريسك وي داكور اوكي وي ديمينيو لو ريسك دو شوبي اون فورم غراف مي با ديمينيو با لو ريسك دو كونتامينياسيون دو شوبي الفيروس في حد ذاته داكور جاي انكور اون كيسيون دكتور من بعد نخلوك عبانا بلي وقتك عزيز اسكو دوكا كي لحقنا لو بيك تاع لا بانديمي est-ce que il est tout aussi urgent de vacciner parce que le vaccin c'est en prévention normalement bon le vaccin لازم يدير en prévention oui je suis d'accord بصح دوكا هو اذا كان قدرنا ننظموا عمليه الفاكسيناسيون ولا التلقيح بدون انه تكون منظمه مليح وكل شخص يفوت في الرونديفو تاعو sans qu'il y ait un risque de contamination عطيك صحه c'est ça en fait ça peut devenir un risque en fait de d'augmenter encore plus le pic c'est de choper encore le virus tout en se mettant ça ou pas ça عطيك صحه donc le vaccin واش راح يمت ايفي لكن راح يمت ايفي في هذا الاسكونتي تاعو راح يجي ابري ان موا حتى لا دوزيام دوز باش يكون عنده ان ايفي وي qui a été prouvé dans les études. Le vaccin, il y a plusieurs types de vaccins. À la fin du vaccin, le vaccin chinois, l'effet tao, un effet qui protège contre les formes graves. Oui. Chili, il y a une étude qui a concerné beaucoup de personnes. Oui.
دونك قال لك باللي يبروتيج كونتر لي فورم كراف ولا لي زوسبيتاليزاسيون سي بون سافوا يفو دي زيتود اوجوردي بارابور انا يعطيك الصحه على هاد المعلومات لازم ننهي الاتصال لانه عندنا بزاف اتصالات اخرى بعدك شكرا جزيلا نتمنوا لك بون كوراج في العمل اللي راك تقوم به شكرا الحكيم شكرا جزيلا الى اللقاء مع السلامه مازال دائما على ما رانيش ساكتين تصلوا بنا على 077-77-66-98 الرقم اللي كتشوفوه تحت الشاشه ولا كتبوا لنا كومونتير راح نحاول نقرا فو كومونتير دايور بايا يا داي تقول لنا يفو ريكيزيسيوني تو سكي بو ليتر تو سكي بو ليتر لارمي بو ميتر ا ديسبوزيسيون دي مويان لوجيستيك نروحوا لي فاصل موسيقي صغير ونعاودوا لارمي بور لانستون داو سبوتنيك 5 الو 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 وي ازول في اللون ازول ازول اكسيل من بجايه اهلا ازول صافا صافا يفو صافا يجي ربي الناس الحمد لله الحمد لله الله يدومها انا حبيت برك انا جاي حبيت برك نقول لكم انا كي معك كون فوزي لامي جي دي انترفونسيون كي سون ان تي بو بيزار با غاف اون aucun rapport avec le sujet que vous êtes en train d'aborder. Donc vous proposez une intervention bizarre par rapport à ce sujet, si j'ai bien compris. Elle, en plein franchise, elle, je commence à avoir l'impression que la situation elle est dramatisée. Il y a des gens qui exagèrent, j'invite les gens à sortir ou à ne pas porter des bavettes ou est-ce que vous avez visité un centre Covid quelconque je n'ai pas j'ai de l'impression parce que quand je suis sur les réseaux sociaux ou là a des gens a des artistes qui demandent le problème c'est que les solutions soit des influenceurs ou là des artistes ou là des médecins ou là personnellement oui انا كنسمع الناس يقول لك ريستي شي فو وي وعلى الوقتاش الناس راح يبقاو في ديارهم جوسكا كون اون فا ريستي او بيان اون فا سوبورتي نقعدو في الدار كاين يا دي جون كي ترافاي يا دي جون كي بوف با ريستي كونفيني جوسكا لا فان دو ليترنيتي دونك يفو الي نروحو في الاخر البروبليم Le problème, généralement, il s'agit de la difficulté à نقص الأكسجين ياك. نعم. هذا واش نسمع. النقص الأكسجين هذا ما على باليش أنا مع الجمد ما شو يسون خد بان جو ناكوز بيرسون ولا نقول ولا من استاذ من عطنا كيفاش تقولوا يا ربي. Je suis pas en train d'attribuer la responsabilité à quiconque, oui. Personne particulière ou là. Oui. Hein? Oui, oui. Ani hab nqol bark il a le problème ta oxygène, soit production. Yani مشكل تاع انتاج الاكسجين. Est-ce que tu rana nhadrou selon est en train de partager le souci hada ou rana ndirou bark nqelqou f ba3dana bark madame hna en tant que chab en tant que peuple. Ce n'est pas notre responsabilité. Est-ce que c'est au peuple ou là c'est à la personne de produire ou bien de se soucier de la production de l'oxygène? Malheureusement, en Algérie, c'est toujours le peuple qui a pris les rênes des choses. Surtout quand c'est difficile. Très rare, Axel. Vous avez posé une question, Axel, on vous répond. Voilà. C'est... معليش اكسيل اكتما فينا اكسيل واش راك حاول اكتما فينا اكسيل وبا كاين تيغوتار بيننا وبين اكسيل انا شي نيل واه vous êtes pas nul non c'est ma femme vous n'êtes pas nul non vous avez posé une question est-ce que c'est au peuple de se responsabiliser de prendre la responsabilité des choses madame le problème est clair madame c'est tout le monde qui est
c'est tout le monde qui dit que le problème a une relation avec l'oxygène. Maintenant, est-ce que c'est le peuple qui doit, à la, qui doit assumer cette responsabilité? Quand il n'y a pas une prête à Abdelnor, quand il n'y a aucune, yani, qui chauffe le peuple, il y a une déroule ou le moussaïre, il y a une déroule ou la même déroule, il y a une déroule ou لازم ياخذ الامور بي يعني ياخذ بزمام الامور اي سا توجور ايتي لو كا شفناها العام اللي فات شفناها دون توت لي كريز وعبد النور يقدر يزيد يريبوندي لك باسكو هابي ريبوندي بون خويا العزيز يا صح عندك الحق دان كوتي مي كاين الحق والامر الواقع يا اخو تشوف باللي كاين عباد يموتوا الشعب اللي ليفري على لوي مام يا اخو درع عليك تولي لك لا ريسبونسابيليتي تاعك باسكو كاين يماك اللي كابو في تمرض بالك باباك بالك جارك شغل حنا كيما يقولوا à chaque fois j'ai une crise سواء كريز ناتور ولا كريز سانيتير نيمبورت كل حاجه الشعب هو يرفد بعضه شعل النار اسمح لي خويا لازيد شعل النار في خنشله الشعب اللي طفاها لا كريز سانيتير تاع اللي تدرني الشعب اللي عاون لي فامي اللي كانوا في كونفينمون ما كانوش يخدموا الشعب اللي كان يلحق لهم القفف للدار لي ستوديون دون لي ديفيرون زونيفرسيتي كنا نخدموا جل ايدرو الكوليك العباد كانوا عندهم دي زاتولي تاع خياطه ولاو يخدموا كمامات دونك انت فهمتك تفضل الرد من اكس السياسيون تاعكم ولا انا نهضر على كاع الاخر انت دوك راك تكومباريني تقول تما اسمع حنا شو ديزولي بور لو تيرم كي في دير كو لو بيبل الجيريان دو ريستي ولا دو فيفر دون لا ميزير جوسكا لا فان دي ليترنيتي نون خو نون دي باسون مي لازم تادابتيو هاد لا كريز وانت رافدو بيناتنا ابري كي تجوز لا كريز ان شاء الله هذه ونشوفوا شكون اللي سبب الازمه هذه ونحاسبوا شكون اللي دارها اكسي لا ميزير لا ميزير اللي ايتي ديجا افون جي انفي دير افون توت سي كريز اي سي با باسكو لي ا اون ميزير انكور بير كون دو سارتي اوجوردي او كونترير اون دو كونتينيي انكور بلوس كافون اوجوردي باسكو سي توت سكون ا ان فيت صح صح اون دو كونتينيي بصح تشوف انت كي تشوف في دوله باغ اكزومبل الشعب il est en train d'assumer une responsabilité qui n'est pas la sienne. Ça on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça. Tu as dû trouver le problème donc خلاص madame le problème on a pu c'est-à-dire détecter le problème donc c'est bon c'est madame a trouvé بلي le problème تاع l'oxygène mais je n'hadra عليه ملي كنت بصفه شخصيه. فهمتك وي فهمتك. فهمتك. madame رانا نسمعوا بليك le problème il s'agit d'un manque de l'oxygène ou la mécanique de production d'oxygène donc خلاص بين شكون la partie qui doit assumer cette responsabilité بين على بين بلي شكون c'est le gouvernement n'est-ce pas oui mais le peuple n'a plus foi en ce gouvernement يعني كي تهضر برا مع الناس يقول لك هما بيان سور عندهم الاكسجين مي حنايا باينه ما عندناش الاكسجين il y a une perte de foi aujourd'hui يعني ولا الشعب ما يامنش انا franchement personnel bon je ne crois pas à la démocratie en Algérie mais moi personnellement je ne crois ben من امن حتى حاجه من امن لا ستاتستيك من امن لا على بالك نقدر قادر نوصل شي زاريفي لواحد الدرجه كنحاول نشوفهم من دي فوا ما نامنش الناس بصح تامن بالجمعويه والجمعويه هي اللي راهي مسلكه الامور و لي فامي نيسيسيتوز اون بوفون تيمونيي Merci beaucoup Axel pour votre appel. Je vous en prie, ça. On est ouais, c'est ma partie. On est de retour on n'est même pas parti sur le plateau avec Abdelnour et Saïd Amira Boujma. On va marquer une toute petite pause musicale avant de nous lever comme. On est de retour sur le plateau de Radio Amaran Saktin. Votre émission garde la liberté d'expression et protectrice de votre pensée. Ehsan Radi qui nous suit, merci beaucoup Ehsan, nous dit que voilà, me dit à moi-même qu'on ne peut pas savoir si on est arrivé au pic, c'est vrai. Et comme le pic n'est pas yani, quelque chose de palpable qu'on ne peut pas toucher du doigt, donc yani, la nécessité de se vacciner reste yani, d'actualité, tout le temps d'actualité. Parce qu'on va raccourcir le temps, justement, l'évitement du pic, du fameux pic. Au journal Liberté, Mernaoui Fouad, militant associatif de l'Académie algérienne d'action humanitaire des droits de l'homme, bureau de Mernia, avait raconté justement au journal Liberté son désarroi. Il est encore sous le choc de ce qui s'est passé lors de la fameuse nuit noire à Mernia, le 27 juillet, et il dit...
On pensait ne voir ces scènes que dans les films, mais aujourd'hui on les vit en direct, un résumé des événements qui ont commencé l'après-midi du mardi 27 juillet. Il n'y avait tout simplement plus d'oxygène, dit-il. Vers midi, on pensait que le débit allait diminuer, mais qu'en parallèle, il allait y avoir un approvisionnement qui devait arriver incessamment de Sidi Bel Abbès. Là-bas aussi, à Sidi Bel Abbès, il n'y avait plus d'oxygène. À Oran, plus d'oxygène. On nous a dit qu'il y avait une terrible pression sur l'unité. Se rendant compte de la complexité de la situation et devant l'insuffisance des bouteilles d'oxygène, on a lancé un appel de secours. Toutefois, le drame était sur le point de se produire. On a commencé à ramasser les morts. La gorge nouée, la voix étranglée, pleine d'émotions, Marnaoui Mfouad se fait violence pour poursuivre son récit au journal Liberté. Écrit alors ce fameux journal. Tu vois une personne suffoquée devant toi et tu ne peux rien faire. Ce n'est pas facile, cette crise est terrible, nous n'étions pas préparés pour cela. On prend un appel téléphonique. Mana Azdin min Bidjaya. Masa al-Nour wal Anwar. La bas, alhamdoulillah. Alhamdoulillah. On a beaucoup d'appels de Bidjaya. Comment va Bidjaya? Ou les aïtons aiment Bidjaya bzaf? On a remarqué qu'il y a peut-être, voilà, mais amnouch bzaf, ou là je ne sais pas, je n'ai pas vraiment compris. Comment vous voyez les choses, Azdin, de là où vous vous tenez? Là, on chauffe le voilà. Il y a alarmant qui m'en colloue. D'accord. C'est alarmant, donc je me limite à parler en particulier sur notre commune, Toudja. D'accord. Donc, je vais parler au sujet de la polyclinique de Toudja. Oui. Elle est en détresse. On a une seule bouteille d'oxygène. Toute l'unité, une seule bouteille d'oxygène. La polyclinique de Toudja, une seule bouteille d'oxygène. On a un seul concentrateur d'oxygène. Mais on douche le modificateur avec les gifles, le concentrateur. Donc, le mouvement associatif et la diaspora ont organisé une cagnotte. Sur l'ITCHI, bien sûr, oui. On ne trouve pas le moyen pour importer le concentrateur d'oxygène depuis l'Europe à l'Algérie. Donc, on ne trouve pas de moyens d'être droit en Italie pour régler la procédure légale. La procédure pour faire une cagnotte, c'est ça? Non, la cagnotte, elle est organisée. Elle est organisée. Elle est en... Vous pouvez nous donner le son nom, en commentaire. On va essayer de le passer, Chacha. Et épingler le commentaire aussi, comme ça, ça sera visible et peut-être que des âmes charitables vont participer à cette cagnotte, Inch'Allah. Non, au sujet de la cagnotte, c'est-à-dire qui fait d'entrer un concentrateur d'oxygène depuis l'Europe, par exemple, ou l'aide de la Chine, le Zaïre, c'est-à-dire un Hafli. Franchement, moi, j'ai aucune idée. Il faut demander aux autorités spécialiste. Compétentes, oui. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut nous renseigner, nous, par rapport à ça. Et on peut relayer l'information. On peut relayer l'information et on fera forcément d'autres numéros. Peut-être le prochain sera aussi dédié à domaine associatif, justement, par rapport à cette crise, parce que c'est ce qui prime aujourd'hui, parce qu'on perd beaucoup de personnes meurent chaque jour par rapport à ça. Et d'ici là, peut-être qu'on aura d'autres informations qu'on va vous donner, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Je profite juste de l'occasion d'appeler le mouvement associatif de la commune Toudja à s'organiser contre la crise. Mouvement associatif de Bedjaya. Le mouvement associatif de la commune de Toudja. Okay. La commune de Toudja. Merci beaucoup, c'est gentil et bon courage. Merci beaucoup, Azdin Atiksaha. Au Rabbi Amoukoum, Ntouma Tanit. Je parlais justement du témoignage de Marnaoui Fouad, militant associatif de l'Académie algérienne d'action humanitaire et des droits de l'homme du bureau de Marnia. Il continue au journal Liberté la folle nuit, la nuit noire. Après l'Asr, après 17h, les gens ont commencé à mourir entre nos mains, un par un, au deuxième étage du service Covid. Des jeunes patients dont l'état n'était apparemment pas grave sont décédés faute d'oxygène. Une jeune femme de 23 ans est ainsi morte alors qu'elle devait se marier au courant de la semaine. On ne s'attendait vraiment pas à leur décès. Au total, il évoque 22 morts. Pour le seul après-midi du mardi, plus 3 autres décès à l'aube du jour suivant. Voilà, c'était encore une émission Covid, encore une émission terrible qui nous pousse à voir la réalité en face. Une réalité qui n'est pas du tout belle à regarder. Merci beaucoup, Abdennour, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci pour ce que vous faites. Franchement, les étudiants de...
نحن من لبني دها لما اشتد بالها نحن طلاب الجزائر نحن اللي مجتبونات c'est un devoir envers notre pays envers le peuple avant tout oui. avant tout on inchallah ربي يوفقنا باش نتجاوزوا الازمه هذه امور الازمه ان شاء الله نشوفوا الحديث بقيه الحديث بقيه كما قالوا شكرا جزيلا امير ابو جمعه يعطيك صحة أنيس يعطيكم صحة أنتم كل واحد شارك معنا اليوم كل واحد تصل بنا شكرا جزيلا للفريق التقني وشكرا جزيلا لكم أنتم اللي تبعتونا في لاباج فيسبوك تاعنا اللي بارطاجيتو لو لايف باسكو فو سافي كو نا با لو دووا دافوار اون رونت بوبليسيتير فو سافي توس بوركوا اقراي واش قال ان ديرني كومونتير سلمى قالت لنا لو بروبليم اسونسييل اي دون لو مانك دو كونسيونس دون بون بارتي دو بوبل كي كونتينيو ا فيفر نورمالمون سو ني با ان بوبل اكسترا اوردينير ايل اي لا سورس دو سي بروبليم Mais le peuple a besoin d'une... Le peuple a juste besoin d'exemples. Non, c'est tout ce que je veux dire. Je peux juste répondre, s'il vous plaît. Bien sûr, Abdel. Non, le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a un peu de chab. Oui. Il y a un peu de chab, il y a un peu de chab. Un peu de chab, c'est lui qui a réussi à dépasser plusieurs crises. Ou, Inch'Allah, il a dépassé la crise tout seul, comme chaque fois. ومجمي واحد يحبط من قيمة الشعب الجزائري والله ما يعرف الشعب هدايا وإن شاء الله توسيني كونتر لكوفيد 19 وإن فانكرا إن شاء الله توتا إن شاء الله بقوا على خير تهلاو في رواحتكم وتهلاو في الفامي تاعكم وفات اتنسيون بورتي فو ماسك عقموا يديكم اغسلوا يديكم كي يجي الماء بيان سور ديسي لا جو اون فو دون رونديفو إن شاء الله أبخي بامارد إن شاء الله بقوا على خير